السلام عليكم، مرحبا متتبعي قناة الحميدي. إذا إن شاء الله من خلال هذه الحلقة غادي نعطيكم الرواد والنقاد ديال اتجاه إحياء النموذج واتجاه سؤال الذات، وأيضا غادي نتعرفوا على شنو هو الفرق بين الرواد والنقاد. لكن قبل ذلك أتمنى منكم وأطلب منكم أنكم تدخلوا القناة الثانية اللي هي عوالم خفية كما كتشوفوا، فهي هذه راه فيها واحد الفيديوهات قبلوا علينا فيديوهات متواضعة. كنتمنى على أنكم تشتركوا في القناة، ما تبخلوش عليا بالاشتراك وتفعلوا زر الجرس اش فيها. إلى وقفتي الفيديو دابا ودخلتي القناة اشتركتي، سأكون لك شاكرا، وهادشي كله تشجيع منك باش نستمر طبعا فيها. إذن فغندوز مباشرة إلى أهم رواد ونقاد كل من إحياء النموذج وسؤال الذات. أهم، ما قلتش كل شيء، وإنما قلت أهم. إذن أهم نقاد إحياء النموذج، ملي تنهضروا على النقاد كنهضروا على النص النظري. النقاد النص النظري، الله يرحم منكم الوالدين باش ما يتخلطوش لكم هاد الأسماء هادو. إذن النقاد عندنا طه حسين شوقي ضيف، عباس الجراري، وأحمد المجاطي، ومحمد الكتاني. هادو شنو؟ هادو نقاد ديال إحياء النموذج. يعني ملي غتكونوا كتكتبوا المقدمة ديالكم ضروري تذكروا على الأقل واحد ثلاثة من هاد النقاد اللي عطيتكم دابا. دابا غادي ندوز إلى أهم رواد إحياء النموذج. ملي تنهضروا على الرواد فحنا تنقصدوا النص التطبيقي، الله يرحم الوالدين. إذن الرواد محمود سامي البارودي، حافظ إبراهيم، علال الفاسي، وأحمد شوقي، ومحمد بن إبراهيم. هادو هما أهم نقاد ورواد ديالش ديال اتجاه إحياء النموذج. دابا غادي ندوز إلى اتجاه آخر وهو اتجاه سؤال الذات. إن عندنا نقاد سؤال الذات النص النظري، عندنا عز الدين إسماعيل، يعني كتابه مشهور هذا في النقد وكتاب الأدب وفنونه، محمد عبد المنعم الخفاجي، كتاب ديالو النقد العربي الحديث، وعندنا غنيم هلال، وعندنا محمد بن نيس، وعبد المحسن طه. هادو نقاد ديال سؤال اتجاه سؤال الذات. ملي تكونوا كتكتبوا المقدمة لابد تذكروا واحد ثلاثة كافين. عندوز دابا إلى رواد سؤال الذات النص التطبيقي. كما كتعرفوا على أن رواد سؤال الذات عندنا ثلاثة المدارس، عندنا مدرسة الديوان وكيمثلها عبد الرحمن شكري، وعباس محمود العقاد، وإبراهيم عبد القادر المازيني، أهم الرواد ديال هاد المدرسة هادي. وعندنا الرابطة القلمية، عندنا جبران خليل جبران، إيليا أبو ماضي، وميخائيل نعيمة، ونسيب عريضة. عندنا آخر جماعة وهي جماعة أبولو، عندنا علي محمود طه، وأحمد زاكي أبو شادي، وأبو القاسم الشابي. كي اللي يقول لي واش غادي نكتبوا هادو كلهم في المقدمة ديال سؤال الذات. إلا بغيتوا يعني تعرفوا كيفاش خدمت أنا المقدمة، فراني حطيت واحد الفيديو كتبت فيه يعني مقدمة وخاتمة ديال سؤال الذات. طبعا غادي تذكروا بأن كاين ثلاثة المدارس، مدرسة الديوان، وعلى الأقل تذكروا واحد جوج منها ولا ثلاثة ديال الرواد ديالها، وأيضا الرابطة القلمية وجماعة أبولو، لأن هادو هما الرواد أولا يعني المدارس المهمة اللي بانت في سؤال الذات. وبهذا غادي نكون بأنني يعني ساليت هذه الحلقة هذه، وأضرب لكم موعدا إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.